وأخيرا ومن بعد حوالي 14 سنة على صدور آخر جزء من سلسلة الكابتن ماجد على الأجهزة المنزلية وتحديدا جهاز بلايستيشن 2، عادت بانداي نامكو بأخبار تثلج الصدر عندما أعلنت بشكل رسمي عن لعبة كابتن ماجد الجديدة واللي تحمل اسم Rise of the New Champions، مع تغيير نظام اللعب من نظام الـ RPG إلى نظام الـ Action Arcade. جربنا اللعبة يوم أمس الخميس في الحدث اللي أقامته شركة بانداي نامكو في دبي لاستعراض ديمو اللعبة، وتمكننا من تجربة اللعبة طول النهار واستمتعنا فيها بصراحة. اللعبة تقدر أنك تلعبها بروحك أو مع صديق أو عن طريق الأونلاين، واللعبة راح يكون فيها طور للقصة واللي نتوقع أنه راح يكون كبير من ناحية المحتوى. نتوقع أن اللعبة راح يكون لها صدى كبير عند صدورها هذا العام.